جمله معايا على التليفون الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان. دكتور خالد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اقبال كبير زي ما قالت الدكتوره هاله زايد النهارده يا دكتور خالد. الحمد لله، منذ انطلاق المرحله الثالثه في 1 مارس وبنشهد فعلا اقبال منقطع النظير، ودي مش مبالغه، للمواطنين في المرحله الثالثه في 7 محافظات بنسبه فعلا خطت 150% من المستهدف اليومي في جميع المحافظات. يمكن احنا منذ انطلاق المبادره في مرحلتها الاولى والثانيه وحتى الان تحصى اكثر من 33 مليون مواطن. السبع محافظات اللي بنعمل فيهم في المرحله الثالثه بنستهدف مسح 23 مليون مواطن، حوالي 23 مليون مواطن. المحافظات السبع هم الدقهليه والشرقيه والغربيه والمنيا والوادي الجديد وقنا والجيزه. عندنا فيهم حوالي 2400 او اكثر، 2400 اكثر من 2400 نقطه مسح. عندنا اكثر من 8000 فريق طبي بيعمل على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. يمكن اعلى المحافظات اقبالا في التردد محافظه الدقهليه، يليها الشرقيه، يليها الجيزه، يليها الغربيه، ثم المنيا، ثم قنا، ثم الوادي الجديد. لكن في الاخر لو جينا نحسب المستهدف اليومي واللي بيتم تحقيقه يوميا هنلاقيه ان كل المحافظات متجاوزه المستهدف اليومي لها. جميل جدا. ان شاء الله يعني باذن الله بنهايه المرحله الثالثه تنتهي في اخر شهر ابريل، وبنهايتها نبقى انتهينا من الثلاث مراحل الخاصين بمبادره السيد رئيس القضاء على الفيروس والامراض غير الساريه. ان شاء الله نقدر نوصل للمستهدف اللي هو 45 مليون مواطن، وده رقم لن يتحقق في اي دوله من دول العالم من قبل. ويمكن المجلس وزراء الصحه العرب اثناء انعقاده منذ ايام في جامعه الدول العربيه، وكانت معالي الوزيره الدكتوره هاله زايد بتترأس التنفيذي للمجلس، والمجلس اعتمد تجربه فيروس سي او مبادره السيد الرئيس كتجربه استرشاديه يمكن لجميع الدول العربيه الاسترشاد بيها. ودي يعني دي حاجه طبعا تاج على رؤوسنا جميعا، ودي مش اول اشاده بهذه المبادره، ولكن المبادره شهدت اشادات من منظمات دوليه عديده زي منظمه الصحه العالميه وغيرها من المنظمات الدوليه. جميل جدا. ان شاء الله احنا مكملين، وبندعو جميع المواطنين للنزول والمشاركه ويطمنوا على نفسهم وعلى اسرهم، ومن تثبت اصابته بيتم عمل الفحوصات له المتبقيه ويتم حصوله على العلاج بالمجان. فما نضيعش الفرصه، وزي ما الدوله بتقوم بدورها وكافه الحاجه الدوله يعني في تنسيق كامل عشان تقدم خدمه طبيه عاليه الجوده للمواطن. طيب. احنا بندعو المواطن ان هو يشارك ويساعدنا علشان يحصل على هذه الخدمه. يا دكتور خالد، يعني احنا دلوقتي في المرحله الثالثه، باقي كم مرحله؟ هي خلاص يا فندم دي اخر مرحله. دي اخر مرحله، سبع محافظات مش كده؟ سبع محافظات المتبقيه، دول سبع محافظات المتبقيين، وباقي المحافظات تم الانتهاء منهم في المرحلتين الاولى. تمام. لغايه امتى المرحله الثالثه؟ نهايه شهر ابريل ان شاء الله. نهايه شهر ابريل. بيوازيها المراحل المتبقيه من المبادرتين، مبادره الكشف المبكر عن السمنه والانيميا والتقزم، اللي المرحله الثانيه فيها هتبدا ان شاء الله 11 مارس، ومتبقي ايضا مبادره الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس، واللي مستمره الان في مرحلتها الثانيه، ومتبقي المرحله الثالثه هتنتهي ايضا في نهايه شهر ابريل. يعني نهايه شهر ابريل يبقى ان شاء الله تنتهي كل المبادرات الخاصه بالسمنه والانيميا والتقزم وفيروس سي والكشف عن الامراض غير الساريه. جميل جدا. طيب لغايه النهارده يعني بعد انتهاء المرحلتين الاولى والثانيه، نسبه الاصابه بفيروس سي كانت قد ايه؟ خليني اقول لحضرتك احنا يمكن في اخر كل مرحله بعد الانتهاء منها بنعلن النسب من خلال مؤتمر صحفي، لان طبعا بنحصر الاعداد، لان خليني اوضح انه الاصابه يعني بيطلع التحليل اللي بيتعمل بيبقى تحليل اجسام مضاده لفيروس سي. التحليل ده تحليل مبدئي، لو جاء ايجابي بيتم استكمال الفحوصات لدى المريض، فحوصات البي سي ار وبعض الاشعاعات السونار وغيرها، علشان يقدر يعني يجي البي سي ار ايجابي، ده بيؤكد ايجابيه الاصابه في المريض، كده نقدر نقول عليه مريض بفيروس سي، وبعدين يخضع لباقي الفحوصات علشان يستكمل العلاج. لكن في الاخر لو هنتكلم بنظرة عامة هنلاقي ان نسبة الاصابة بفيروس سي نسبة قليلة جدا، يمكن كانت يعني في المرحلة الاولى في اجمالي اللي فحص في المرحلة الاولى
كان في حوالي مثلا نص مليون او اقل حتى الان اللي جات نسبه الاصابه بتاعتهم ايجابيه، فدي نسبه قليله جدا الحمد لله، ويمكن دي احد الحاجات اللي يعني ادتنا زي مؤشر نظره تفاؤل او نظره خير، لان احنا الحمد لله نسبه الاصابه عندنا ضئيله والمواطنين المصابين او المرضى بيتلقوا علاجهم الكامل. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان.